الضيعة عادي على مطاكي 4-5 كيلات متر بعيد عن المدن. هو بزمانه هو بو مش كان طفل عايش فيها الضيعة من فوق، وبعد الجواز وصار عنده كان ولد نقل لتحت. والله آخذ خضاك يعني شو بدي اتذكره؟ إذا كان بتذكره بدي دفتر هالسمن. أيوة جميع الضيوف كان مصيوط كتير، كل الشعب يتسمع على صوته لهالفن مرتبه بياك الزمان. نغلي مواليات، نغلي عتاب وبيجنا، نغلي بالمواليات شغل أول يعني مثاكل بعدك مع الرقص. الله يا الله 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 ستي ذا دخلك يا ابني خالتنا بس كان حكاية تغنيت بده اصحب لك صوتك أبقى بطلع صوتك بسرعة بعض المحطة يولا نبكي تعيش بعدها. Yeah.